أحمد فتحي ومؤمن زكريا. بعض الجماهير كانت بتتفاجئ بيكونوا موجودين بره بعض المباريات واحيانا داخل المباريات. احمد فتحي حصلت في البدايه لكنه انتظم في باقي المباريات، وربما كانت قال ان هو مصاب والبعض التقارير الصحفيه شككت في انه يكون مصاب. كذلك مؤمن كان استبعاده فني. هل استبعاد اللاعبين دول تحديدا كان رؤيه فنيه ولا كان بناء على بعض الامور في التعاقد مع الاداره؟ لا ما فيش ولا مرة ولا في أي وقت حد من إدارة النادي طلب مني إن ما لعبش لعيب لأي سبب غير رياضي غير فني. ما بين أحمد فتحي ومؤمن زكريا اثنين من اللاعبين الكويسين في الفريق وناس لعيبة كويسة جدا. لما أحمد فتحي ما كانش موجود في الفريق لأسباب بدنية، كان في إصابة عنده وما راحش معانا بوتسوانا، وأنا برضو بطريقة التدوير نظام التدوير بتاعي بحب دايما نحط دم جديد في الملعب ونلعب ونجرب عشان برضو لو في لعيب موجود اريحه ما اخسرهوش بعد كده في المباريات الجايه. بالنسبه للمؤمن في وقت من الاوقات لاحظت لقيت ان هو لسه مش جاهز، لسه ما وصلش لقمه مستواه، فبمنتهى البساطه قررت ان قلت له اخليه يعني يركز اكتر في الشغل وفي التدريب. طبعا هو صعب لان عشان ترجع لعيب بدنيا كويس وانت بتلعب كل ثلاث ايام مباراه كان يبقى صعب، عشان كده فضلت ان اريحه وخليته يشتغل بدنيا ويبقى عنده الامكانيات ان يرجع تاني بمستواه الكويس ويساعدنا. لما ما فيش ولا مره كان في او في اي لحظه كان في اي عقوبه لاحد اللاعبين، لا عقوبه لا اداريه ولا فنيه ولا اي نوع من انواع العقوبات على اللاعبين دول. ده كلام مهم وكان لازم اسالك فيه. قد نكون على قناه النادي الاهلي لكن احنا بنحاول نتكلم في كل حاجه، وعايز اقول لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي اللي احنا قبل الحوار كنت اتكلمت مع مستر باتريس كارتون، قلت له لو في اي حاجه مش حابب اسال فيها قال لي اسال في كل اللي انت عايزه. عشان كده بقول لكم لسه مستنيين اسئله ليكم كتيره جدا عشان نسال بكل وضوح على شاشه قناه الاهلي في الاهلي الليله.